تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس مجرد كون الدعاء قد حصل به المقصود مما يدل على أنه سائغ في الشريعة. الدعاء غير المشروع، هو يقصد الدعاء المشروع، هذا ما في إشكال، ولكن قصده الدعاء غير المشروع، مثل أسألك بنبيك، هذا غير مشروع. أسألك بنبيك يعني تقسم على الله بالمخلوق، أو أسألك بفلان الولي من عبادك، هذا غير مشروع. ولو حصل المقصود فإنه لا يدل على الجواز. نعم، هذا قصد الشيخ. إذا دعا بدعاء غير مشروع وحصل له المقصود، هل هذا يدل على جواز ذلك الدعاء؟ لا، ما دام أنه غير مشروع فلا يدل. نعم.